من خلال تطبيق جود لوك تقدر تتحكم بتفاصيل جميلة على كيبورد سامسونج. وبسم الله نبدأ، نروح للتطبيق جود لوك، بعدها نروح للتطبيق هذا ونفتح التطبيق. راح يشتغل معانا بمجموعة خيارات للتحكم للكيبورد الخاص بشركة سامسونج. أول خيار عندنا نقدر نتحكم بجميع تفاصيل الكيبورد. طيب كيف نتحكم فيها؟ مثلا عندي كيبورد اللغة العربية، لو ضغطت الزائد من هنا راح ندخل على Edit من هنا. لو تلاحظوا في رموز كثيرة جدا تقدر تغيرها من خلال الكيبورد، يعني مثلا نغير حرف العين بألوان معينة برمز معين، تقدر تتحكم بجميع التفاصيل اللي موجودة على الكيبورد. والخيار الثاني اللي خلانا أسوي الفيديو هذا اللي هو الوميض على الأزرار. لو رحنا على التحكم بالكيبورد وضغطنا الضغطة، لو تلاحظوا في زي الإضاءة على كل زر تضغطه. ايضا لو نزلنا لتحت راح نلاحظ تفاصيل كثيره من ناحيه لون الخلفيه وايضا لون الازرار وحتى الوان الاحرف تقدر تتحكم فيها. واذا حاب تسوي كيبورد خاص بيك بالوان خاصه فيك تقدر تضغط علامه الزائد من هنا وتروح لتفاصيل كثيره. وتلاحظوا هو مباشره اختار اللون الوردي لانه انا محمل خلفيه فيها الالوان هذه، فعن طريق الذكاء الاصطناعي على طول ربط لون الكيبورد على الخلفيه اللي في الجوال. وايضا عندنا الافكت تحت هنا تقدر تشوف تفاعل الوميض على كل زر تضغطه على الكيبورد. اقدر اختار الوان معينة او تفاصيل او لها مثلا زي دعسة الكلب الله يكرمكم او كذا زي التفاعل الالعاب النارية. وايضا تقدر تتحكم من خلال الخلفية والزر، يعني تفاصيل كثيرة جدا تقدر تتحكم فيها على كيبورد اللي تستخدمه على اجهزة سامسونج. وبس والله.